سمعت. هابط هابط هابط. أنا فخور بكم وفخور أن أكون جنديا بينكم. أبطال جيشنا الوطني، يا رموز الوفاء، يوم كان وعدكم أن تواصلوا مشوار التحرير دون فتور، حتى تعلوا القيمة وترفعوا المعنى وتظلوا في مواقع الشرف وميادين البطولة، لتعطوا الشعب الأمل وتزرعوا فيه الأمنيات. واطلب الموت وهب لك الحياة. فيها النصر إن شاء الله. الشعب اليمني يثق في الجيش الوطني ثقة كبيرة، فأنه من سيحقق له النصر، من سيحقق له الأمن، من سيحقق له الاستقرار. كان اليمني شرقنا بالله المأسرة، ومن تبكر على الله نال المراد، وغير الحال من عسرا إلى يسرا، وينصر الحق ضد الظالم القادر. يا مالك الملك يا الله مدنا صبرا، وننتقم منهم قدعت وفرادي، الحرب كرا لنا والرافض يفر، كم في المعارك نكبت كم تكبادي، احنا اولو بأس ما نتحرى للقهرة، لموت احرار او انعش اجوادي، فدا تراب الوطن والروح له نادرة، والجهر والعار دفنا لاجلهم عادي. اشهد لنا مجدنا على هذا الدهر، عنا رجال المدد والوحد اجدادي. ذنجوف عزرائيل قباب الارواح، منه يرد الموت يا مرحبا به، مر بجهنم حده نار الافاح، باب المنايا والشقا والكعبة. ذنجوف عزرائيل قباب الارواح، منه يرد الموت يا مرحبا به، مال بجهنم حدها نار الافاح، باب المنايا والشقا والكآبة. احنا وحوش الحق واهوال واشباح، نسمهم ونأسهم في الحرابة، نجتاحهم مثل الوباء حين يجتاح، نبطش بهم بطش الاسد وسط غابة. بالجوف عزرائيل قباب الارواح، من هو يريد الموت يا مرحبا به، مال بجهنم حدها نابل افتح باب المنايا والشقا قوات الجيش الوطني في هذه اللحظة تستعد لإتحاد عسكر لبنان، يستعد علينا
لا يقل عن 30 متر. خلاص بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوها ثلاثا. تكبير. قوات الجيش الوطني لمساندة زملائهم في معسكر اللبنات.
سالفه اذا كان لبنات اقدر اتبع حق اللبنات. جيشنا الوطني نحيي هذا الشموخ الذي يعانق المدينة تحية تعانق شموخكم وأنتم تجسدون تستحوذون على حدود التمام وتقفون في النسق الأول في سبيل نيل العزة والدفاع عن الكرامة. شقيرة مباشرة. نحن الآن على قرب 2.5 كيلو على بوابة معسكر اللبنات. نحن أفراد اللواء 22 تبع التابعين للمنطقة السادسة بقيادة اللواء الركن أمير عبد الله الوايلي وقيادة اللواء العميد عبد الله المخلافي أركان حرب اللواء العقيد العز المخلافي مع قائد الكتيبة الأولى النقيب محمد العربي. هي لله هي لله. هذا معسكر لبنان. نحن ميسرة الجبهة نتقدم إلى معسكر اللبنات من اتجاه اليسار. ها هو معسكر اللبنات يبعد حوالي 1 كيلو أو 2 كيلو. الرجال موجودين على المعنويات كل جثث الحوافي بالعشرات، الأسرى بالعشرات، الجرحى بالعشرات، الفارين والشاردين بعرباتهم بدباباتهم بأطقمهم بعد لا صحبة.
يا رجال جثثهم بس سحبوا القصاص ولا اصبر لا الحب الان هذا العقد هذا فرد من اولئك الروافض مع عسكر اللبنات قوات الجيش الوطني الان محاصره مع عسكر اللبنات هذا هو المعسكر هذا من فوقهم السلام على رسول الله تم اليوم السيطرة على منطقة القذافر وكذلك اللبنة العليا إن شاء الله سوف نتقدم بتحت كثير من الميليشيا وأسر أغلب الميليشيا الإجرامية وتم أخذ من البركة ومن المعدلات ومن الأطقم وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى Oh!
ما لا لا فوق يتمشى تمشي تمشي طلع عند الشيخ الله الشيخ عشر هذه البنا هم المعسكر هذه البنا هم المعسكر وهذه البنا الغربية وهذا هو الجدفر والحمد لله على النصر نحمد الله ونشكره على النصر مزيدا من التقدم إن شاء الله شكرا بإذن الله بإذن الله نحن من نصر إلى نصر أين المعسكر يا شيخ الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الحمد رجال مقابل رجال ما عندناش طيارات بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بشارة خير والأمور طيبة بإذن الله والقتال مستمر وأرجو من الإعلاميين تصوير الجثث وأيضا تصوير المعدات التي تم نهبها وعليهم اللي أخذها غنائم حقيقة أن في أبطال معنويتهم عالية ومقاتلين وهذه هي العملية الأولى بعد ما سبق فإن شاء الله الأمور أمامنا والعدو منكسر والأيام القادمة بإذن الله ستكون إشارة نصر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا للإعلاميين وشكرا لمن ينقل الحقيقة الحقيقة الذي على الواقع لا ينقلها مجرد على الورق أو في الإعلام بدون واقع الواقع يثبت أن الأمور طيبة وحديثة للجيش بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الجثة اللي كان يشتري يدخل معنا قبرناه في الجوف. الله أكبر. شوف الجوف قدام شوف وسط عيونه. وبين عيونه. بين عيونه. بين عيونه هو غيره. والله الحمد لله فلكن نوصيكم بالثبات اي نقطه تاخذونها تبدونها بقوه صار في الجدافر هذه وهذولا قتلهم من عملاء الجدفر والشعب والحمد لله ومن نصر الى نصر باذن الله وثبات وان شاء الله نحن بعدهم الى اخر قصر لهم واخر منطقه باذن الله الحمد لله الذي مكن لنا النصر ومكن الابطال من السيطره على هذه المواقع الشاسعه الذي تم الانسحاب منها من قبل شهر لاستدراج العدو استدرج العدو فصار جثثه مزقلة بالشعوب هذا جثثه مزقلة ما صارت وهذا درس نوجهه للذي المغرض بهم والأطفال الذي يسحبونهم من المدارس واستغلال الفرص نقول لهم مصيركم مصير هؤلاء لا يخشون في الله لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى و رسالتي للذي ما زال متبقي خلف الحزم في سوق الاثنين أن ينسحب حرس سفيان فإن مصيره الأسر والله أو القتل مثل هؤلاء فالأبطال جاهزة لتحرير اليمن بالكامل حتى يصلوا محافظة صعدة بالروح بالدم نديك يا من بالروح بالدم نديك يا من بالروح بالدم ترجمة
الامور طيبه والناس تقدموا والعدو حارب وشارد ولم يبقى احد منهم امامنا. اعصبونا يا حولي سحن باب نزلوا تعاملوا معه باحترام ولا تبتعس ولا قربوا بهم المليشيات الله يلعنهم. نعم سلاسل ثنتين ما ابناء الناس ما على سبع سلاسل ولا عشر شل وين ندي شل يا سلطان مالك يا ابو عابد ياك يا شرف الشنبات ابو عابد دخلوا دهن يجيبوا مسعاف ياكو 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 ابو عبد شلوا مالكم عبد الله حسين من دمار ابو عمرو ايش اسمك ايش اسمك ايش اسمك ولا خمسه حشو العالم كنت هيدا يلا 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 فين معسكر البنات؟ أقول لك قد أبوك أنا بس متى جابوك لهنا؟ قبل محمد علي كم من أغم مجموعة اللي جابوكم؟ محمد علي 15 والكل نشتري المجامع كامل كم العدد؟ الله ما ندري إحنا الذي مجموعة ما بقيتنا هذا احد الاسرى حاول تمسكناهم في الجدار وين انت؟ ايش اسمك؟ رفع الصوت محمد عبد الرحمن صباح انت ما اسرك؟ ولا بنا هذا سلاح العدو وهذا عدتهم هذا عدتهم خلينا
الله اكبر، لقد اخذناه بايدينا. هذا بخير التم. الله اكبر والله الحمد. بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. كنائم العدو سوف نفعلها في سبيل الله وتعود في ظهر العدو الذي هي فلكها اللوامي 49 مشاة، الذي اقترنها اللوامي 49 مشاة مع الأبطال، الأبطال الذي في المتارس الأمامية الآن في الخطوط الأمامية. هذا الطقم، الطقم الحوثيين قريب من لبنان جدابا، وهو من الطقم. الله أكبر الله الحمد، الله أكبر الله الحمد، الله أكبر الله الحمد، الله أكبر الله الحمد. واشكر الله، هذا سلاح من العدو، وهذا النواظر، وهذا البعاق. رغم الشهداية تبارك النصر قتلاه، والنصر من رب السماء صبر سعاه، لا طاح من في الأرض فالجيش ما طاح، والحد لا يمكن نشاهد ضايعه، احنا لمارب ياك والشر مرزاح، واحنا هجوم الجيش واحنا دفاعه، هذا المرض والغدر لابد يكشف للمخطط قناعه، على فرق ابطالنا خاطرنا، والرد للقاتل ندمر قلاعه، نار الغضب تشعل على كل صفه، تقول ضاها من حديث الصناعه، استنفر الابطال في كل مطرح.